فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم كلاهما في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث كما ذكرت متفق عليه. أوردت هذا النص الحديثي المتين الفصيح المريح اليوم لبدء معالجة ظاهرة نفسية اجتماعية في السلوك الإنساني المعاصر بين المسلمين مع الأسف، وهو ظاهرة الكذب. أحسب أن قضية الكذب في الثقافة الرائجة اليوم عند المغاربة ليست على وضعها الصحيح من حيث مفهومها وطبيعتها وآثارها. التقدير الذي يعطيه الإنسان اليوم للكذب تقدير يتراجع ما بين التهويل والتقليل والاستهانة بأمره. ولذلك فإن أغلب الناس مع الأسف الآن لا يعيرون لقضية الكذب الاهتمام الذي ينبغي أن تحتله في نفوس الناس وفي سلوكهم الاجتماعي من حيث كونهم مسلمين أساسا. لا شك أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعارتا لقضية الصدق والكذب أي اهتمام، ولا تكاد تجد صورة من كتاب الله إلا وفيها إشارة أو عبارة صريحة إلى قضية الصدق والكذب، لأن الصدق مرتبط أساسا بالإيمان مباشرة. الصدق في أصله مرتبط بالإيمان، ينطلق من الإيمان بالله إلى أبسط السلوك الاجتماعي العادي اليومي. لا تكاد تجد مجالا في النشاط البشري في الأرض إلا ويدخله الصدق والكذب. لا وجود لشيء إلا يدخله الصدق والكذب. كاين شي حاجة في حياة الإنسان اللي ما فيهاش يا إما صادقة يا إما كاذبة؟ لا شيء. وأقولها هنا كلمة للذين يدرسون بلاغة العربي: خسئت قواعد البلاغيين، خسئت قواعد البلاغيين لما قالوا بأنه كاين العبارات اللي ما تحتمل شيء الصدق والكذب وعلى رأسها الإنشاء. لا، ماشي صحيح. أقول من هذا على المنبر ماشي صحيح. لا شيء في المنطوق الإنساني، ما كاينش شي كلام اللي يخرج من بنادم وهو لا يحتمل الصدق والكذب. الصدق والكذب الذي يتحدث عنه أولئك هو الصدق والكذب الاجتماعي ماشي النفسي، وفرق بينهما كبير. أرأيت لو ناديت شخصا، وهذا من الإنشاء، تنادي يا فلان لأي غرض، استغاثتان أو ندبتان أو نداءان أو طلبان، ما شئت ما شئت، أو دعاء، وأنت لا تقصد ذلك حقيقة في نفسك، العبارة هي نداء ولكن في قلبك غير كتلعب، أو ليس بكذب، بلى والله هذا كذب على المستوى الوجودي كذب، لكن على المستوى يعني اللغوي العادي لا يسمونه كذبا، ولكن كذب لأن العبارة خالفت ما صدق النفسي. العبارة اللي قلتها ما كتنطبقش على داكشي اللي راه في قلبك، إذن هذا كذاب.
فلا شيء إذن من القول وليس من الكلام، لا شيء من القول إلا ويدخله الصدق والكذب. ولذلك اشتغل الملكان بكتابة كل شيء عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكون كما بغي يكون هذا القول خبرا كان أو إنشاء، وإنما هذا بيان حتى ما يوقعش الإنسان يعني وسوسة في الدماغ دياله أنه من الكلام ما لا يحتمل الصدق والكذب. هذا على مستوى الوجود أقول لا وجود له البتة. الكلمة اللي تخرج على فمك راه واحد اثنين، كاذبة أو صادقة، ولا منزلة بين المنزلتين. إذن السلوك ديالنا في نهاية المطاف وصلنا النتيجة أنه ما كاينش شي حاجة في السلوك البشري إلا وهي تحاكم بأحد الأمرين، الكذب أو الصدق. لا وجود لشيء في حياتك، قلت فعلت تركت نمت أصبحت، لا شيء إلا وهو يدخله الصدق والكذب من حيث الظاهر ومن حيث الباطن. يعني مسطرة كتحكم المطابقة بين ما يظهر منك وعليك وبين ما تخفيه في قلبك ونفسك. قلت الإسلام أعار لهذا الأمر اهتماما كبيرا. علاش؟ لأنه الشخصية الإنسانية، الشخصية الإنسانية كلها قائمة على هذا المعنى. فإذا هدم فلا إنسان سوي، يعني هذا الركن الركين إذا تهرس في الشخصية ديال الإنسان هذا الإنسان مريض تاع. وعلى قدر إغراقه في الكذب يكون ضعفه ويكون مرضه ويكون هوانه. وكيف قد ماشي فقط الإسلامية من حيث نصاعتها، ولكن كيف قد أيضا الآدمية ويفقد أيضا الشخصية السوية. ولذلك الحديث الذي أوردت بقصد لهذا الموضوع فيه من الدقة والبيان النبوي الحكيم ما لا تجده في غيره. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. البر هو الخير، يعني نحن مطالبون بعمل الخير في الأرض عبادة لله جل وعلا، ثم إنهاضا لعمران الإنسان في الأرض. باش يكون عمران بشري سليم وسوي في الأرض لابد من أن نشتغل بالبر، لأن ضد البر الشر. البر هو الخير وضدهما الشر والمنكر وما أراد فذلك أو كاد. بل البر هو كمال الخير، الوجه الأعلى والأمثل للخير يسمى برا. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وقطعا البر يهدي إلى الجنة، وإن البر ليهدي إلى الجنة. لأنك إذا تريد أن تكون إنسانا سويا ولا تتصرف إلا بالخير فلا يمكن أبدا أن تتصرف بالخير ما دامت المنطلقات ديالك مهرسة. المنطلق الأساس، منطلق المنطلقات وأولى الأولويات أن تكون صادقا. لا إيمان بغير صدق. كيف تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت يعني غير واثق من نفسك من حيث تصرفك الاجتماعي أو غير ذلك؟ إذن حينما تعبر بهذه العبارة معناه أنك تقر على نفسك بصفة، تقر على نفسك وتقول أنا أشهد على نفسي بأنني من هذه الفصيلة اللي هي المسلمين، وهذه شهادة شهدت بها على نفسك وشهد الله بها عليك من فوق 7 سماوات. فإما أن تصدقه هو جل وعلا أولا وإما أن تكذبه. وصدق الله في الإيمان وفروعه يتجلى أساسا بالإخلاص في عبادتك. كل أصناف العبادة أتقدمها لله خالصة أم للنفس حظوظ، أم للنفس حظوظا وللناس في عبادتك أيضا حظوظ من تسميع والرياء وغير ذلك مما تقصد به الحياة الدنيا والسمعة الاجتماعية لأغراض فانية. إذن ينقصك الصدق وتكون شهادتك مخرومة،
يعني الشهاده راك مسلم ولكن شهاده متقوبه مخرومه ماشي سليمه. وله الوجه الثاني من هذا الصدق وهو مع الناس، حينما تزعم انك اقررت بمبادئ الاسلام وانطلقت منها صادقا فلا بد من برهان اجتماعي على صدق ما تقول، والا كذبتك المعامله، معامله كذبك، والواقع الاجتماعي كذبك، وتسقط مروءتك وعدالتك بين الناس. شهاده الناس ماشي سهله، الناس فيهم الصالح والطالح، ولكن راه الانسان الشرير شرير اذا غلب خير احد الناس على الارض لم يستطع ان يقول فيه شيئا. لما ربي تعالى يجعلك من اهل الخير راه الانسان اللي يكرهه ويكون شرير ما يقدرش يقول فيه قبيح، انه كيعرف بان اي كلمه ديال القبح انطقها في حقك سترجع عليه. واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل. هذه الكلمه هذه حري بها المؤمن الصالح فعلا، يعني واحد شرير مشهور بالفساد في الارض وينتقد الناس شكون اللي يسمع له؟ ولذلك تتطابق الاقوال على اهل الخير اما نطقا او سكوتا على الاقل. اما الناس يقولوا الله عمره سلع، واللي ما قدرش يقولها لشر فيه يسكت، لانه كعرف بانه اذا نطق بالشر رجع عليه، فلا ينطق بالشر في حق اهل الخير الا حينما يكون مع الاشرار. وانتهى الدائره، انا اذن محصوره، الدائره محصوره. والقصد ان الشهاده ديال الناس راه ماشي سهله، ماشي سهله، ويجب ان نعيرها اهتماما، لان النبي فعل ذلك عليه الصلاه والسلام. وجبت وجبت، اي ان شهاده الناس وجبت بالخير لاهل الخير، ووجبت بالشر لاهل الشر. السلوك الاجتماعي الذي نمارسه يفضحه الواقع او يصدقه على قدر وعلى وزان ما ننطق به من الكلام وما ندعيه من المثال والصفات. ولهذا لا يوجد شيء لا يدخله الصدق والكذب، لا يوجد البتة ومن فرق بين الإيمان بالله وبين هذه الحقائق فهو لا يعلم ما الإيمان. مازال ما كيعرفش الإيمان إذن، ومازال ما كيعرفش الدين شنو هو. الدين سلوك ومعاملة واجتماع، يعني حركة في المجتمع، نشاط بشري في الأرض، هذا الدين. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني بنادم لما يصحح الشخصية ديالو ويحطها على السكة انتهى، فهذا قد توافق على ميزان الصراط المستقيم القائد والموصل بأمان وسلام إلى جنة الرضوان. وإن البر يهدي إلى الجنة. وطريق الصدق في الإسلام هي طريق المقامات الإيمانية والمنازل العرفانية العليا، ولذلك قال: وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا منزلة فوق الصديقية في الإسلام على الإطلاق. مراتب الإيمان درجات، مرتبة الأولى الثانية الثالثة، وانت غادي حتى توصل لكمال الإيمان. كمال الإيمان البشري أعلى درجة فيه الصديقية، فوق منها النبوة، والنبوة لا تكون إلا بأمر الله وحيا، لا كسب فيها ولا اجتهاد، والكسب تحتها. ولذلك سمي أبو بكر بالصديق لأنه فعلا بلغ تلك المرتبة، وسماه رسول الله بما هو واقع عليه إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. وشهد الله في القرآن لمريم ابنة عمران بالصديقية، فقال في سياق حديث عن المسيح عليه السلام: وأمه صديقة. كمال الإيمان، كمال الإيمان. فالصدق إذن وتحري الصدق، أي أن الإنسان يجعل الصدق هو البوصلة دياله، الميزان باش كيخدم الحياة دياله في كل شيء. قال: ويتحرى الصدق، يعني يقلب الصدق حتى على النبشة القليلة الصغيرة ما كتفلتش، ويتحرى أن يصدق الله والناس والأشياء، الأشياء فيها.
راه شفت واحد الباب، باب ديال الدار ديالك او ديال الاداره او اي ديال اي حاجه، لما تحلوا وتسدوا بالكياسه بنيه انها مصلحه لا تريد ان تفسدها فانت صادق. ونعطيكم واحد المثال دقيق. لما نكون في الدار ديالي او في المتاع ديالي كنسد البيبان بشويه لانه ديالي. السياره ديالي نتكيس عليها بشويه، ديال الدوله نخرب بابها. علاش؟ او ديال الاداره. الصدق منعدم، هذا كذب. راه بهذا المعنى كيتكلم الاسلام على الكذب. داكشي باش قلت البلاغيين هذاك التعريف ديالهم محدود في المجال اللغوي، ما عندوش علاقه اجتماعيه. ميت. ميت. انت اذا لماذا تحسن الفعل في شيء وتسيء في شيء اخر؟ لان هذا ديالك وهذا ماشي ديالك، اذا انت كاذب في دعواك الاسلاميه. لان المسلم عنصر يعيش بحياه الجماعه. كيحس بانه جزء من كل، ما كاينش شي حاجه اللي ماشي ديالي. كاينش شي حاجه اللي ماشي ديالي. المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. كل شيء لك فيه مسؤولية. أفسدت ما أفسدت وأصلحت ما أصلحت، الملائكة الكتبة يكتبون صدقا أو كذبا، صدقا أو كذبا. فإذا ما كاينش إخلاص في الحياة ديالك الدينية، ليس لك إخلاص حينما تكسر وتفسد، ليس لك إخلاص في بغية الصلاح. الإنسان اللي كيبغي الصلاح كتكون فيه طبيعة، كما لا يفسد متاعه لا يفسد متاع غيره بشكل تلقائي وبلا ما يشعر. بشكل تلقائي كيكون تركب تركيبه صادقه حتى يكتب عند الله صديقه. حقيقه المقولات الاسلاميه والله ليس لها مثيل في معالجه خفايا النفس. كانوا الصحابه رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان يتحرون الكذب حتى على البهائم من أجل أن يتركوه ويحاربوه. أحد علماء الحديث الأفذاذ رحل رحلة بعيدة، وقد ذكرت عن غير واحد منهم الإمام البخاري، مشى مسافة بعيدة باش يجيب حديث ديال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن في القرن الأول والثاني والثالث الهجري، هذه القرون الثلاثة الهجرية الأولى، كانت الخدمة ديال الحديث كيرويوها بالشفاء، يعني بالرواية الشفوية، كيمشي حتى يلقى الراجل بالضبط بالضبط ذلك الإنسان الذي سمع ممن قبله من أهل العلم والفضلي، يقول له أنت سمعت فلانا حدثك بحديث عن أبي وائل أو عن أبي سعيد أو عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله؟ قل له نعم. ماذا قال؟ قال كذا وكذا، ويكتب حديثه باش ما يدش الكتاب ديالو ولو شيء قليل من الخلل والخطل مما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعله او اقره اي من سنته. يعني واحد التحري دقيق وتشدد شديد لمعرفه الصحيح. ولذلك صحيح البخاري اجمعت الامه عليه بالقبول، ذلك مسلمون، وكل حديث ثبتت صحته على هذا الوزان. مرة مشى لبلاد بعيدة وقطع الأميال مسافات، غادي بالجمل ديالو أو بالناقة ديالو مسافة طويلة أيام، حتى وصل صاحبه ورنعت عليه فلان العالم المحدث يحدث بالحديث عن رسول الله في المكان الفلاني، فوجده ينادي دابته بتهيء من حجره، يعني هز الحجر ديال البوردة ديالو، يعني بحال الجلابة ديالو ولا السلام ديالو، وكيهيئ الدبة كيعيط على الدبة ديالو البغلة ولا العودة كيعيط عليها باش تجي يشدها، ولكن الحجر ديالو ما فيه والو، يوهمها أن عنده علفا كيما الدار الدري الصغير، كتقول له أجي هاك حاجة باش تشدو وأنت ما عندك ما تعطي. هذا كيديرها الدبة. فنظر إليه الإمام وقال هذا كذب على بهيمة فلا أأتمنه على حديث رسول الله، وارجع اسمح في هذاك الحديث اسمح في جمل وما جمل، ولم يأخذ منه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كذب كذب، لأن ذاك الشيء اللي عنده في القلب ما لقاش في الواقع الاجتماعي ولو مع البهائم، ماشي بندم ولو مع البهائم. يا بؤسنا فعلا، كيف نصرف السلوك الكاذب في الاجتماع اليومي ديالنا صباح مساء
ونحسبه هينا، وهو عند الله لا أشكى عظيم، كما قال في حق القذفي: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس فقط أن الكذب يدمر المآل الأخرى ديال الإنسان، ماشي راه كيخسر لك الآخرة، كيدمر لك الدنيا. لأن الإنسان لما كيبدأ يحلل لماذا يكذب الكذاب، شنو هي الأسباب اللي كتخلي الكذب يكذب؟ ضعف الشخصية، أولا ضعف الشخصية ديالو. ولذلك لا يكون الكذاب إلا مريض السلوك، كيكونش عادي. ولهذا قال في حق المنافقين: في قلوبهم مرض. علاش؟ لأنه كذب، ما قالوش الحقيقة. أما الكفار القويين، الكفار القويين خرجوا لاجود فأعلنوا كفرهم، كيكذبوش. أما المنافق فلضعفهم في شخصيته واهتزاز في سلوكه أظهر الإيمان وأبطل الكفر، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. شكون هو؟ لا شيء، لا شيء. إذن هذه اللاشا شخصية. فإذن هذا الذي يجد في نفسه الرغبة في الكذب ليعلم أن عنده واحد التقبة في الشخصية دياله، خصو يعالجها باش يكون بعد بنادم سوي. والتفكير والحسابات التي يضربها الكذاب خاطئة دينيا واجتماعيا، لأنه دين ما فكرش، لأنه عارف غلط، ما فكرش 100% دينيا، هو فكر اجتماعيا، الحساب ديالو اجتماعيا غلط، لأنه يرجو أن يحل ورطة وإشكالا لنفسه، بغي يحيد واحد المشكلة بكذبة. أبدا هذا لا يقع، كالذي يهرب من مشاكل بالخمر، يعني وهم، وهم الخمر لا تزيدك إلا مشاكل ولا تغرقك إلا في فساد وتراكم عليك المتاعب والأتعاب. هروب، والهروب لا يغني من الحق شيئا بل المواجهة. فالكذاب حينما يتوهم، يتوهم أنه حل المشكلة للحظات فقد عقدها إلى الأبد. إذا كان الكذب كما يتوهم الكذاب يعني يساعده في 24 ساعة فترة وجيزة من أجل أن يحل مشكلته، فهو يدمر حياته ومستقبله. أما الصدق فالعكس تماما، قد يبتليك الله بشيء من الصدق أي من حيث آثاره، فتجد له بعض العناة في النطق به أو في آثاره، ولكن غير ذيك اللحظة، غير ذيك اللحظة. شبه ما يكون هذا بإبرة الطبيب، هذيك الإبرة اللي يدير المعالج الإنسان، هي كتحرق الإنسان ولكن واحد شوية، ولكن الآثار في نهاية المطاف علاج ودواء ممتد. هكذا الصدق، فالصدق هو الذي يرسخ شخصيتك الباطنة الداخلية ويرسخ قدمك في المجتمع وعلى المدى البعيد. كنت من أصحاب المهن أو الحرف أو الاختصاصات أو ما شئت، الصدق هو الذي يجعل لك القدم الراسخ في اجتماعك، يعني في العلاقات ديالك الاجتماعية، وليس الكذب. أما الكذب فيفضحك الله به أبدا، لا أبد، لأن راه مع من؟ يعني ما تسحبش راك تكذب على الناس، راك تكذب على الله. تكذب على ربك الذي خلقك حينما تكذب على الناس، ولذلك الله ينتقم منك. هذا نغيبه، كنساو بأن رب العالمين يغضب، يغضب من كذبة المؤمن، يغضب، راه غضب ماشي سهل. ولذلك ما دام الإنسان في طريق الكذب لا يتوب، في نهاية المطاف يكتبه الله كذابا. يعني فرق بين كاذب وكذاب، بحال صادق وصديق. صادق يعني أي واحد صدق في واحد النهار ولو كان يكذبه، ولو كان يكذب، ولكن واحد مرة صدق يقال له في تلك اللحظة صادق. أما صديق صافي بحال الزاج 100% صديق. كذلك كاذب، قد يكذب الإنسان ولكن من اللي وصل درجة كذاب أو دركة كذاب بالأحرى انتهى، هذا قلبه مظلم كمسلمة الكذاب، لا ينظر الله إليه في الضمن حتى يكتب عند الله كذابا. فإذن هذا طريق الجنة وذاك طريق النار والعياذ بالله. ولهذا الكذب كمرض نفسي، أقول كمرض نفسي، يورث القلب الرغبة في الخطيئة. شفت بلادم اللي يولي يكذب كتولي عنده الذنوب سهلة، هو كيتصور هذا الكذب بوحده، والصلاة والعبادة والحج والعمرة بوحدها، راه غلط غلط.
لأن الكذب يذهب ببركة العبادات، يعتمر ما شاء ويحج ما شاء، الكذب كيديلو البركة ديال ديك العبادة والنور ديالها. إذا مشات البركة ديال العبادة ماذا يقع للقلب؟ تقع له قسوة. الكذب كيقسي القلب، فإذا قاس القلب فأبشر بالذنوب. هذيك الساعة بنادم كتقول لي الخطيئة الزنا والفساد والخمر وأكل أموال الحرام، كيولي عنده سهل حتى إن لم يفعل شيئا منه قبله نفسيا، قبله نفسيا، كيولي عنده واحد تطبيع معه نفسي. وقد يغرق في بعضه علمه الناس أم لم يعلموه. حقيقة هذه مصيبة من أكبر المصائب. وقلت من تدرف الثقافة ديالنا، علاش؟ لأنك تبدأ في البيت، اللي يبغى يعرف الكذب كيبدأ في الدار مع الأطفال الصغار والمدرسة والشارع، يعني المجتمع مع الأسف مريض مريض. ولذلك خطير جدا فعلا عدم محاربة ظاهرة الكذب في الأطفال. ولاحظوا هذا المنطق النفسي الاجتماعي الذي نجده عند الكبار هو عينه الذي يكون عند الصغار، لأنه غير كيبدأ تما صغير، كيبدأ صغير الطفل لماذا يكذب؟ بضعف شخصيته، كيخاف 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 أن يقال لا، أن يلام، أن يعاقب، فيتقي المشكلات بالكذب، فمن ضعف شخصيته. ولما ربي تعالى يسلم في طفله كي يكون شخصيته متوازنة، كيواجه كتكون فيه شجاعة وينطق بالحق ولو على نفسه، لأنه ما تعلمش يدافع على نفسه بالكذب وتكون على شخصية قوية. لا يكذب إلا الضعيف، لا يكذب إلا الضعيف المريض العليل الهالك. ولذلك ربي تعالى ما بغيش العباد المهرسين، بغي العباد الأقوياء، بغي العباد الأقوياء. إن خير من استاجرت القوي الأمين، هذا عبد الله، هذا عبد الله الحقيقي القوي الأمين. أما الضعيف الهالك فهذا يحتاج إلى علاج نفسي من أجل أن يصل إلى مستوى تحمل المسؤولية، المسؤولية الدينية والإيمانية والاجتماعية كبرى. أمانة أبت السماوات والأرض والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، كبرى كبرى، وحملها الإنسان. فهل كان صادقا؟ هل كان صادقا؟ حسابه هناك حينما قال الله جل وعلا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. يعني هناك الحسابات كلها تبنى على صدق الصادق أو كذب الكذب في كل شيء من الإيمان، من الإيمان حتى الباب، واحد الباب هرسته أو صلته أو واحد الأداة أو مسطرة أو قلم أو أي شيء استعملته بغير حقه، روبيني ديال الماء أو بولة ديال الضوء، لأن في دارك كتعمل معها بطريقة، لأن ماشي في دارك كتعمل معها بطريقة أخرى، هذا يدخل في الصدق والكذب. هذا مرتبط بأصول الإيمان. يا من أنت غافل عن حقيقة الصدق والكذب. قال الله جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وفي قراءة حفص هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني أن اليوم الآخر هو هذاك النهار، مبتدأ وخبر هو هذاك النهار، يخبر بأن الصدق يجد العبد منفعته الكاملة يوم القيامة، وتجد منفعته العاجلة في الدنيا، في الدنيا تجد منفعته العاجلة الدنيوية. واللي عنده تفكير استراتيجي حقيقي لبناء نفسه وأسرته ومشاريعه لا يكون إلا من الصادقين، كيمشي بعيد. ولذلك كان واحد الصدق نفعي ماشي ديني، يعني بين قوسين يسميه دابا براغماتي، كيديروا اليهود الآن كلنا كنسمعوا كيقولوا هذا حرام اليهود ما كيكذبوش، ما كاينش شي كذاب قد اليهود، ولكن عندهم الصدق النفعي، كيضرب الحساب مزيان في المعاملات التجاريه ديالو، ما يغش ما يغش، ولكن نهار يحسب مزيان على حسابه هو
لان ما كيديرش حساب ديال الاخره، يدير حسابات الدنيا. ماشي غادي يغش ديك الساعه، غادي يذبحك من جوجيات. لان حقيقه الله عز وجل حكم عليهم بذلك غدرا الى يوم القيامه. ولكن لما كيضرب الحسابات ديالو فعلا وكيلقى بان الصدق الاجتماعي ديالو غادي ينفعو دنيويا، لا يكون في معاملته الا من صادق. ويتاسف الناس على معامله المسلمين دايره ودايره ودايره لجهلهم، مع الاسف يجهلون امر دينهم وحقيقته وجاهلون بالدنيا. والله ان الدنيا لجاهلون بها، ماشي الاخره. ولذلك الخبراء، الخبراء اقول بالدنيا لا يكونون الا من الصادقين، وخا ملاحده ما كيامنوش كاع بالاخره وما كيعرفوا لا جنه ولا نار، لا يكونون الا من الصادقين. لا ينجح شيء، لا ينجح شيء الا بالصدق، وان طال امده الى اجل. وخا يطول واحد المده بالكذب، لما كيطيح كيطيح طيحه واحده عمره ما ينوض. كون مشروع اقتصادي او اجتماعي كم او سياسي كما بغى يكون ينكره الناس وينهار. ولكن نحن المسلمين نربط ذلك بالله، كنعرفوا بان عقوبات الهيه، لان الله تعالى دار لنا سنن في القران وسنن في المجتمع، كيعاقب بها الله تعالى الكاذبين ويجزي بها الصادقين جزاء دنيويا. اقول ولو كانوا من الكافرين، كيجزي بهم الصادقين دنيويا ولو كانوا من الكافرين، كيعطيهم الحساب ديالهم في الدنيا. انت صدقت للدنيا هكا حساب الدنيا. ولكن النفع الحقيقي للصدق هو قال الله هذا يوم او يوم ينفع الصادقين صدقه. وبقراءة حصين لها دلالة أقوى من هذه الجهة، يعني أن الخبر والحساب كيكون في الآخرة فعلا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي ذلك الذي وعد الله به المؤمنين من التوبة والمغفرة والجنة والرضوان سيتحقق لمن اللي أعطى الحساب دياله على ميزان واحد الصدق وأضافه إليهم. يوم ينفع الصادقين، ما قالش الصدق، لا صدقهم. علاش؟ لان راه هما اللي داروه وانتجوه سلوكا دينيا اجتماعيا في دنياهم، سينفعهم سينفعهم. وان قراتها كما يقراها ورش هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كان ذلك كله من الخيرات والبركات موعودا به في ذلك الظرف، في ذاك الزمان المفعول فيه، وهو اليوم الآخر. والمعنيان متكاملان، والقراءات يفسر بعضها بعضا وتتكامل ولا تختلف ولا تتناقض. النتيجة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وجاء تعبير ديال التأبيد، لأن الصدق فعلا كيوصل العبد للكمال. الصدق كيوصل العبد للكمال، ومطلوب من الإنسان يطلب الكمال ويقلب على الكمال. ليبلوكم وإيكم أحسن عملا، طلب الكمال كما في الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير. مطلوب مني ومنكم كل مؤمن أننا نتسلق ونتدرج عبر مدارج الإيمان بغية الكمال الإيماني البشري. ذلك الفوز العظيم، فوز فعلا، والفلاح والنجاح الحقيقي للذي يؤمن بالله واليوم الآخر إنما يكون بهذه الخصلة. المسألة إذن في نهاية المطاف تربوية، تربوية. اللي بنادم كبار وعود جسمه ونفسه ومازال يعني يعيش مع الناس في الكذب، هذا خصو يرجع للمستشفى الإيماني، يبدأ من الصفر، يتهجى ألف باء الإيمان. مطلوب منه يرجع يتهجى ألف باء الإيمان من أجل أن يستدرك الثغرات الأولى. لأن قضية الصدق والكذب ماشي غلطة في الكمالة ديال البني، بحال واحد كيبني الدار ديالو وفين عنده المشكل، تشققت وقع تصدع، تشققت الدار، جا المهندس دار الخبرة ديالو لقى المشكلة ماشي في المرطوب ولا في الدياجور، لقى المشكلة في الساس ديال البني لتحت. إذا المشكل العلاج إذا
ما بقاش ممكن يكون في التكميلات يسموها الفينيسيوم تكميلات، لا ماشي تما كاين المشكل، في الاصول اذا الجذور، اذا البني كله مشى. ولذلك الذي يجد فعلا هذه القضيه في نفسه ليتدارك نفسه قبل فوات الاوان، ليتدارك نفسه قبل فوات الاوان ويرجع نفسه راضيه المرضيه الى مصحه الايمان، ويبدا يتهجا الف بائيات الايمان من اجل ان يعيد من الاول بناء شخصيته الايمانيه. وذلك ممكن في دين الله، ممكن لأن ربي كريم سبحانه. فإذا صدقت نيتك فعلا وخلصت توبتك إلى الله، جعل الله لك عمرا في عام. داك الشيء اللي خصك تبدلو في 80 سنة ربي يكمل عليك في عام. فإذا بك تولد شخصا آخر، فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا بالصدق واجعلنا من الصادقين، اللهم أكرمنا بالصدق واجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا على طريق الصديقين، اللهم اجعلنا على طريق الصديقين. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من التسميع، ونعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا، ونعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا، ونعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا، أو أن تخالف أفعالنا أقوالنا. واجعلنا يا ربنا على صدق النبيين والصديقين، اللهم اجعلنا على صدق النبيين والصديقين، اللهم اجعلنا مصدقين مصدقين، اللهم اجعلنا مصدقين مصدقين لك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا عالج أنفسنا وداوي أدواءنا واشف مرضانا، اللهم اكشف غمنا وفرج كربنا واقض عنا حاجاتنا، وارزقنا توكلا جميلا عليك وحدك. اللهم ارزقنا توكلا عليك جميلا وحدك، اللهم ارزقنا توكلا جميلا عليك وحدك لا شريك لك، أنت ستار فاستر عيوبنا. اللهم جملنا بجمال الستر، اللهم جملنا بجمال الستر، وأنزل علينا نور الستر، إنك أنت ستار. سبحانك سبحانك، فأدخلنا في ظلك، وأدخلنا في رحمتك، وأدخلنا في نورك، وأنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، وطهر قلوبنا من الخبائث والأدران، وطهر قلوبنا من الآثام، واجعلنا لك على أصفى ما يكون الصفا. اللهم اجعلنا لك على أصفى ما يكون الصفا، اللهم اجعلنا لك على أصفى ما يكون الصفا من الإيمان والتقوى والورع والإحسان، فضلا منك ونعمة وحدك لا شريك لك. لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنه لا يقضى شيء إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بك. تبرأنا من كل الحول، وتبرأنا من كل القوة، وتبرأنا من كل جاه إلا قوتك وإلا جاهك. سبحانك سبحانك، أنت الملك الواحد القهار، فتولنا برعايتك وكلأنا بعينك، وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم. واجعلنا يا ربنا من أهلك وخاصتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا فإن ضعفاء. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فإن ضعفاء، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإن ضعفاء. واجعلنا لك بك وحدك لا شريك لك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، ومكن له ولسلطانه في الأرض برحمتك يا ربي وعونك وهدايتك يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، وأنبته اللهم نباتا حسنا، وأقر عينه بصنوه الشريف المولى رشيد وسائر الأسرة الملكية، وجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك وإحسانك من الذاكرين الحامدين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.